السلام عليكم متابعينا الاعزاء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا لا فيديو اللي هو عباره عن وليمه وكذلك يعني صدقه ترحما على امواتنا المسلمين، وكذلك على واحد السيد والمرحومه سعاد، كذلك وواحد الاب ديال واحد اختنا متبعه ديالنا، اختنا يعني بزاف الناس غادي يمشيو بعاد يقول محسنه ماشي محسنه، هذه صديقه واخت وكانت عندها هذه الفكره انها تدخل الفرحه لهاد الدار، وكذلك دير واحد الصدقه ترحما على الاب ديالها وكذلك المرحومه سعاد وجميع امواتنا المسلمين كما قلت، فبحضور الاصدقاء وبحضور الاخوان وكذلك بحضور الامهات ديالنا ويعني وحدهم، وبحضور الاخوات يعني ديال جمال ونسيب ديال جمال، وحاضر معنا نسيب ديال جمال كاين اللي ما كيبانش وراء الكاميرا. اولا كنسال الله عز وجل ان يتقبل من هذه الاخت هذه الصدقه هذه على الاب ديالها، وكذلك الله يجازيها بالخير والله يجازي بالخير جميع متابعينا اللي كيتابعونا، وكذلك اصحاب القنوات اللي ما حاضرينش معنا واللي كيتكلموا بالحق واللي كيدافعوا على كلمة الحق، فكنشكرهم بزاف، واللي كيقولوا فينا كلمة حق، كذلك المتابعين اللي كيدعوا معنا واللي واقفين دائما معنا من النهار الاول، فغادي نعطي الكلمة الجمال شانل. السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى من الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في أتم الصحة والعافية. كنشكر جميع المتابعين سواء داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن، كذلك ومثال كنشكر جميع أصحاب القنوات اللي كيتكلموا على كلمة ديال الحق واللي دائما صامدين من أجل نصرة الحق، وأنهم يكونوا واحد السد منيع لهاد القنوات الظالمين المجرمين اللي كيأذيو ولاد عباد الله وكيأذيو الناس. كما كنشكر هاد الصديقة ديالنا كما قال كمال، ماشي شي واحد غار، حنا ما عندناش محسنين لاننا ما كنتهناوش الاحسان العمومي، وانما عندنا اصدقاء ديالنا الله يخليهم لنا واخوات ديالنا عزاز وغاليين، كنشكرها جزيل الشكر. اللي ما بغاتش الاسم ديالها يتقال في اليوتيوب، هادو هما الناس اللي كيكونوا فعلا بنات الناس، ماشي بحال شي وحدين الا عطى 4 دريال كيصورها في الاخر كيبدا يمن بها. المهم معليناش، كنشكرها بزاف، نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ربي يرحم الاب ديالهم جميعا من اهل الجنه، وان الله سبحانه وتعالى يرحم جميع اموات المسلمين في كل بقاع العالم. لها مني كل الاحترام والتقدير، وشكرا لكل من دار لايك وبارطاجا، وشكرا لكل من ساعد الاخوان والاخوات. وتبارك الله عليكم. كلمه خويا البروفيسور. السلام عليكم ورحمه الله، تحياتي لكم اخوان اخوات، من تكونوا بخير وعلى خير. وكنشكر جمال الضيافه، وكنشكر هذه الاخت العزيزه والغاليه على قلبنا. هاد الوليمه او هاد الصدقه رحمه يعني كل الاموات، رحمة الأب ديالها كذلك، ورحمة لكل أموات المسلمين إن شاء الله. وكذلك الدعاء ديالكم في التعاليق وأسفل الفيديو، الدعاء ديالكم في القلوب ديالكم إن شاء الله توصل هاد الرحمة لكل الأموات إن شاء الله. وكنشكرها جزيل الشكر على هاد يعني هاد الصدقة، نتمنى ومن الله يا ربي يقبلها ليها وإن شاء الله ما يكون غير خير، وتحياتي ليها من هذا من الله. السلام عليكم خوتي المتابعين والمتابعات، كيف راكم ديال الاخ كمال، تحياتي لكم كاملين، وكنطلبوا الرحمه لهذا الاب ديال الاخت هذه وديال الصديقه ديال جميع الاصدقاء، وتحيه للصداقه ديالهم، تنشكرهم بانهم تنعرف انا جمال يعني حتى ولاد الحومه ديالو ولا شي حاجه، والناس برانيين وتيخليو شغالاتهم وتيخليو بزاف ديال المسائل ووليداتهم وكذا، وتيجيو يساندو خويا جمال وتيوقفوا معاه، تنشكرهم. فمشي بينني تنقول عليهم شي حاجه، راه الشكر لهم خاص بزاف بزاف، والله العلي العظيم تحياتي لهم، والله يسمح لهم، الله يسمح للجمال من هاد الدراري هادو، حيت ضربوا مع جمال بصح ديال بصح، فهمتي؟ حيت كون ما لقاش هاد الاخوان اللي واقفين معاه كان غيكون شويه غيتاثر بزاف، لقى رجال معاه واقفين كبحال مازال كبحال شي دار عندها شي سواري صحاح، فهمتي؟ وتحياتي لجميع الاخوان والاخوات ديال الاخ كامل. الله يحفظك، شكرا. جار جمال شانيل هذا السي عبد القادر، جار جمال شانيل، تحيه ليه، انسان طيب، تحيه ليك خويا. السلام عليكم متابعين الكرام، اهلا وسهلا بكم، ونتمنى من الله تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال في احسن الظروف. تحيه للاصدقاء ديالي والاخوان ديالي اكيد، وتحيه لكل المتابعين ديالنا. حنا مجموعين في هذه الليله المباركه اللي فيها واحد الصدقه، الله يجعلها صدقه جاريه على الاخت ديالنا والصديقه ديالنا المتابعه ديالنا اكيد، يجعلها صدقه
على والديها وعلى كل موتى المسلمين يا رب العالمين، ورجعنا في ميزان حسناتها. وتحية لكل الإخوان والأخوات اللي صراحة تيبغيونا وتيقدرونا كيف ما تنبغيهم تنقدروهم، لكم منا كل احترام وكل تقدير. وهاد الأخت هادي كيف ما تنقول لك الله يرزقك السلامة والعافية، والله يرحم الأب ديالك، والله يرحم أمواتنا وأموات جميع المسلمين. هادشي اللي غادي نقدر نقول، وشكرا لخويا جمال وشكرا للإخوان كاملين. خالد لك الكلمة. الله يرحم الوالديهم ويرحم الجميع. الله يكبر بك ودي السي كمال. السلام عليكم متابعين ديال خويا كمال، كنحييكم جميعا وكنشكركم. والشكر الشكر لهذه السيده اللي جمعتنا في هذه الليله المباركه، الله يجعلها صدقه مقبوله عليها وعلى العائلات ديالها، الاموات ديالها كاملين، الله يرحمهم ويوسع عليهم ويرحم المسلمين اجمعين. صراحه الله راه حنا مجموعين في واحد اللمه اللي هي زوينه مع الاخوان مع الحباب والخوت. هذه ما المجموعه ديال الخير كي كنسميوها، منهم كمال منهم جمال. الله يسمح الناس اللي داروا فيهم شي حاجه خايبه، الله يسمح لهم والله ياخذ الحق، والله يبعد علينا البلاء ويبعد على المسلمين اجمعين. وشكرا لهذه السيده هذه، وما تنساوش كمتابعين انكم تدعوا مع هذه السيده هذه، الله يولينا بالرحمه الاخوان ديالها والاب ديالها وكاع الاموات ديالها. وشكرا لكم بزاف وتحيه لكم. السلام عليكم، تحياتي للمتابعين ديال خويا كمال، تحياتي لكم كبيره. شكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم اللي خطيكم. شكرا للاخت اللي دارت هذا المبادره هذه، شكرا لها بزاف بزاف. الله يرحم الاب ديالها ويوسع عليه ويجعله من اهل الجنه يا ربي. وشكرا كذلك للاخ جمال والعائله ديالته اللي ديما كنجيو مساكن لهنا وكيرحبوا بنا وكيكبروا بنا، شكرا لهم بزاف بزاف. وشكرا كذلك للاصدقاء اللي ديما حاضرين، وشكرا لكم بزاف بزاف الله يخليكم. وحتى اللي مراد الله يشافيهم باش ما تنساوهمش. فالخوت كما شفتوا كانت هذه وليمه اللي كانت مبادره مع من واحد الاخت، واللي كان الاساس منها ان قالت لي ضروري يعني اللي بغيت نفرح امي حدهم، وكذلك الحاجه الوحيده اللي بغيت ندعو مع الاب ديالي فقط، ودعوا مع جميع امواتنا المسلمين. وكذلك تكون يعني هذه الوليمه كما قلت يعني نترحموا على المرحومه سعاد، على الاب ديالها وعلى جميع امواتنا المسلمين. فالصراحه بزاف الدراري ما عرفوش لان جات على غفله، وقالت يعني ان كذلك بغات تدخل الفرحه على الامهات ديالنا عن طريق يعني اننا احنا كاملين نفرحوا ونتجمعوا ونكونوا فرحانين، وتشوفنا كاملين فرحانين من بعد ما دوزنا مجموعه من المعاناه. صراحه هذه حقيقه باش ما نكذبوش، طبعا من بعض الناس اللي ظلموا هذه العائله، هذه ظلموا وحدهم، ظلموا الامهات ديالنا، السب في التعاليق انتم عارفين هذا الشيء. وحنا دائما كنتجمعوا على الخير، ما كنتجمعوش من اجل الخطط او من اجل الشكايات او باش نمشيو للمحاكم او نجزروا الناس في المحاكم. ندافع انفسنا طبعا، الدفاع حق شرعي لنا. واليوم تجمعنا باش ننشطوا ونسوا جميع الهموم، وكذلك نتمنى من جميع المتابعين انه يسمحوا لنا، لان كان بودنا وكنعرف ان المتابعين كيبغيو يحضروا معنا، كذلك القنوات اللي ما حاضرينش استسمح منكم، والله ما كرهنا وجزاكم الله كل خير على كل شيء كتقولوا. ان شاء الله نديروا الحفله، ان شاء الله غادي تكون الحفله ديال الدرع الفضي، فنتمنى من جميع اللي غادي يشوف هذا لا فيديو في التعاليق انه يكون الدعاء مع الاب ديال هذه الاخت هذه اللي ما بغاتش انا نذكر الاسم ديالها، وكذلك الدعاء مع المرحومه سعاد ومع جميع امواتنا المسلمين. فالله يرحم جميع امواتنا المسلمين ويغفر لهم ويتجاوز عنهم كذلك. الله يرحم كما قال خالد جميع امواتنا المسلمين، والله يتجاوز عنهم والله يسكنهم فسيح جناني. وهذا الشيء اللي كاين الخوت، وكذلك نقراو يعني سوره الفاتحه ترحمون على جميع امواتنا المسلمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين.